السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن تتواصلوا معنا من خلال إرسال رسائلكم النصية فقط، هذه الخدمة غير متاحة للاتصال. اليوم الموضوع سيكون عن الانفلات الأمني في العراق والنزاعات العشائرية التي تودي بحياة الكثيرين جراء غياب مفهوم الدولة وغياب القانون الرادع لانتشار السلاح لدى هذه العشائر، وكذلك مفهوم أو شريعة الغاب كما توصف من بعض السياسيين في العراق، التي تؤدي في المقابل إلى أن تعم الفوضى بشكل عام في العراق، ويصبح المفهوم هو مفهوم أخذ الحق بقوة الذراع بعيدا عن القانون المفروض الذي يجب أن يكون رادعا وموجودا أصلا في العراق. لكن في ظل غياب القانون وفي ظل غياب القضاء العادل وكذلك المانع لهذه الانتهاكات التي تحدث، فنرى ما نشاهده الآن، وسنتحدث بالتفاصيل عن بعض الأحداث التي حدثت أو معارك نشبت بين عشائر في جنوب العراق. طبعا هناك ضحايا قتلى بين صفوف العشيرتين، هذا موضوع مؤسف للغاية أن يحدث، لكن هو واقع حال يحدث في العراق نتيجة غياب الدولة. مشاهدينا الكرام، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا لتشاركونا بآرائكم. سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذا بلد ترسو مخدرات، ترسو أذية، ترسو فوضى، ترسو زنا، ترسو ملاهي، ترسو خمر، ترسو حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماء. بطل من أبطال البصل يدي، أنت طالبت بحقوق البصل، طالبت على مود مي مالح. قانوننا قانون، هذا منتمي لفلان جهة، لا تحاجي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاجيهم، والفقير يبوق لقنينين حكم 20 سنة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا بالحديث عن قضية النزاعات العشائرية، هذا أحدث نزاع حصل في العراق، مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء اندلاع نزاع عشائري في شرق مدينة السماوة بمحافظة المثنى جنوب العراق. طبعا مصادر في المحافظة ذكرت أن نزاعا عشائريا اندلع في ناحية الدراجي شرقية المحافظة وشرقية مدينة السماوة تحديدا، واستخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة كذلك، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة. السلاح الذي تملكه العشائر في العراق، يملك بعضها سلاحا ثقيلا لدى بعض العشائر، وهو استخدم كذلك في بعض النزاعات العشائرية بشكل اندل على شيء يدل على غياب تام للنظام الأمني والسيطرة الأمنية على المحافظات العراقية، أغلب المحافظات العراقية، وكذلك يدل على عدم اكتراث من هذه العشائر، من بعض العشائر تحديدا، لهذا الانفلات الأمني، وبالتالي هي مساهمة بشكل أو بآخر في تفقيم الوضع سوءا، وبالتالي هي مشاركة كذلك فيما يحدث للعراقيين من ترهيب وقتل وإصابة وغيرها من أمور وانتهاكات تحدث في هذه المحافظات، جراء أمور عندما تنظر إليها تراها ربما تكون قد تكون من أتفه الأسباب التي قد يمكن أن ينشب شجار حولها، لكن هذا هو واقع الحال في العراق الذي نراه الآن والذي يعيشه العراقيون. أغلب النزاعات العشائرية طبعا هو ليس يعني هو الموضوع أمر واقع، هو أغلب النزاعات العشائرية هي في جنوب العراق تحدث، تقريبا معظم النزاعات العشائرية تحدث في جنوب العراق. المحافظات الشمالية لا يوجد بها هذا المفهوم، والمحافظات الغربية دمرت جراء العمليات العسكرية. المحافظات الجنوبية هي فقط التي تملك بها العشائر هذا السلاح، هذه الكمية من الأسلحة، وبالطبع تحدث هذه النزاعات أحيانا على أمور تافهة وبسيطة للغاية، لكن هناك بعض الجهل والتخلف الذي يعم
في بعض العقول، وبالتالي هو يكون سبب في ما يحدث من نزاعات. طبعا هناك مفهوم يقول بأنه أو مصطلح يقول عندما تضعف سلطة الدولة أو قوة الدولة على قوة الحكومة على الدولة، بالتالي تزداد قوة العشائر الموجودة خاصة في بلد قائم على مبدأ العشيرة والقبيلة. وهناك أدلة تثبت هذا الكلام، على سبيل المثال ما يحدث في ليبيا من سيطرة أو النزاعات القبلية التي حدثت بعد رحيل نظام القذافي. أبو الحسن من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أحييك وأحيي قناتكم البطلة التي تنقل الحقائق. أهلا وسهلا أستاذ محمد. بالنسبة لعدم تطبيق القانون أو ضعف القانون هو سبب الدولة، لأن هناك ميليشيات تابعة إلى أحزاب، قد ما يطبق القانون عليها بسحب السلاح من أيادي الميليشيات والعشائر اللي تابعة للسلطة، فتكون الدولة قوية. بس هم رايديها، لأنه الأحزاب اللي مرتبطة بإيران هي رايدة أن يكون فوضى في العراق وعدم تطبيق القانون إلا على الناس الفقراء من أبناء العشائر اللي ما عندهم ارتباطات بالدولة أو بالأحزاب. فضعف الدولة هو سبب عدم تطبيق القانون. أي دولة بالعالم عندما تكون قانونها صارم لأي مواطن يخالف تعليمات الدولة أو حمل السلاح أو الخروج عن القانون، فشوفها عندما تطبقها تكون قوية، وعندما تكون ضعيفة لأنه ما تطبق قانون بصورة صحيحة على أبناء بلدها أو شعبها. فدولة أو العراق الآن تقود ميليشيات، والميليشيات إذا تطبق القانون إذا راح تنسحب كل الأسلحة الموجودة لدى الميليشيات والعشائر اللي مرتبطة. أبو الحسن، لا يجب منطقيا لا يجب إلقاء اللوم كل اللوم على الدولة، نظرا لأن هناك عشائر لديها شيوخ يقودوها إلى أو يقودون من يحكمون إلى هذا الذي نشاهده الآن. أحيانا هناك نزاعات عشائرية، عندما ترى حجم إطلاقات النار التي توجد ونوعية الأسلحة المستخدمة تعتقد أنك في معركة بين دولتين. هذا المفهوم أيضا وهذه السلبية لدى بعض العشائر بشيوخها هي التي تعكس صورة سيئة عن العراق، لتصور أنه دولة ميليشيات، تؤكد هذا المفهوم الذي نراه الآن. زين، ما يخالف أستاذ محمد، لأنه ليش أنا أقول لك ضعف الدولة؟ لأن مدى طبق القانون على كل واحد يطلق إطلاق نار أو يصير مواجهات بالأسلحة. قبل إحنا اللي يقولون على النظام السابق، النظام الوطني هذاك، أنه كان أي واحد يضرب طلقة ينحجز 3 أشهر. فهذا القانون عدم تطبيقه بذاك الوقت كان أي طلقة مهما يكون من أي عشيرة أو من أي مواطن ينحجز، لأنه أكو قانون يطبق بصرامة بشكل صحيح على كل أبناء البلد. هي هاي سبب ضعف. أبو الحسن، هل القانون لا يطبق بسبب ضعف الدولة أو بسبب رغبتها كما يقول البعض أنها تريد، أو من يدير الأمور في العراق يريد أن يبقى الوضع فوضويا كما نراه الآن؟ نعم، ضعف الدولة، وأيضا يريدون ما يطبقون القانون لأنه هناك أحزاب بالسلطة، يبقى فوضى عارمة بالعراق، وبالتالي هم مسيطرين ومنصير انتخابات أيضا يفوزون على المقاعد، لأنه بسبب الميليشيات وبسبب الارتباط قسم من رؤساء العشائر بالميليشيات. وأيضا رؤساء العشائر أنت تقول أنه لازم تضبط عشائرها. الآن أخي محمد، بالنسبة لشيوخ عشائر جو ما بعد الاحتلال صاروا شيوخ ارتباطهم بميليشيات وبالأحزاب، سواهم عن طريق الأحزاب والميليشيات، سواهم رؤساء عشائر، وخلوا رؤساء العشائر الحقيقيين قاعدين بالبيوت ولا يسمع لهم أي كلام. أكو اختيارية بشيوخ. أشكرك أبو حسن، وضحت الفكرة. كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. معنا السيد علي من كركوك، تفضل. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز، هي المسألة مسألة أنه غياب القانون. عندما يكون القانون رادع
طبعا اكيد ما راح تتصرف هذه الجهات بهذا التصرف اللي مثل ما تفضلت عليه في البدايه انه في المناطق الجنوبيه. طبعا هذه دائما تحدث، احنا الحمد لله في مناطق الوسط الجنوب ما عندنا هذه، لان اكو قانون واكو يعني اكو احترام اكو، لكن ما تتصرف الناس بهذا التصرف انها تستخدم السلاح وهاي الامور. لكن اول شيء هو غياب القانون، غياب طبعا الحكومه الضعيفه، لما تكون الحكومه ضعيفه تتصرف الجهات العشائريه تطلع عن طورها فتستخدم هذه الامور. اللي اريد اقوله انه الحكومه العراقيه منذ 2003 لحد الان لم تصدر اي قانون ردع للفاعلين يعني والمتلاعبين بارواح المواطنين بارواح الشعب. يعني انت هسه لو تنتبه استاذ العزيز على قراراتهم هي بس لهم مميزاتهم، قد انت تاخذ وقد انا اخذ. يعني ما عندهم فد قرار فد قانون انه يقول لك يا ترى اللي هيك يسوي نحكمه هالقد، اللي هيك يسوي يطلع من القانون هيك يسوي بي. كان يكون اكو رادع، لكنه غياب. طيب وين وجد هذا القانون يا سيد علي؟ فهو لا يطبق، وهناك تاكيد على هذا الكلام، وهو مجلس القضاء الاعلى عندما اصدر قانونا يتحدث عن أن النزاعات العشائرية أو مبدأ الدقة العشائرية كما تسمى محليا عندما ينتج عنها إصابات قتلى وجرحى وتكون مسببة لضرر، الجاني أو من اعتدى يحاكم وفق قانون المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بما يقولون. هذا قرار المحكمة الاتحادية، لكن لم نشاهد هذا القرار يطبق. نشاهد هناك نزاعات عشائرية ونشاهد قتلى، ولكن لا نشاهد هذا القرار والقانون يطبق. انت لما تفضلت بهذا انا صراحه تفاجئت، لانه اكو قانون لكنه ماكو تطبيق. اين التطبيق؟ نعم هناك قانون، لكن اين التطبيق؟ اين التطبيق؟ احنا نريد التطبيق للراجعين الخارجين عن القانون. لازم احنا نحاسب، اول ما نحاسب الخارجين عن القانون هم البرلمان والحكومه، هم اللي لازم اول بدايه يتحاكمون، لانه هم فاشلين وجابوا لنا هذه المصائب، جابوا لنا الدقات العشائريه وخارجين عن القانون والسيطره والسرقات والسطو المسلح، يعني كل انواع الجرائم اللي كنا نسمع بها واللي نشوفها عن طريق الافلام صارت عندنا هنا. صحيح. سيد علي انا اشكرك، كنت معنا من كركوك. طبعا بما انه سيد علي فتح الموضوع، موضوع القوانين التي كان يجب ان تصدر تزامنا مع هكذا انتهاكات وتصاعد اعمال العنف في العراق بشكل عام، مجلس القضاء الاعلى بالرغم من انه دوليا مصنف، القضاء بشكل عام مصنف انه فاسد، مع ذلك خرج بهذا القانون الذي يقول بانه من ينتهك النظام والامن بشكل عام، وهو خص قضية العشائر والدقات العشائرية ما يعرف محليا النزاعات العشائرية، ما يترتب عليه من ضحايا من إصابات أو قتلى أو تخريب للممتلكات العامة والخاصة نتيجة حمل السلاح وما إلى ذلك، العقوبة هي الإعدام، ويحاكم الجاني وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب سيء الصيت بالنسبة للعراقيين جميعا هذا القانون. لكن مع ذلك هو صدر هذا القانون وصدر هذا القرار. السؤال هو أين التطبيق على أرض الواقع؟ لماذا لم نشاهد هذا القانون يطبق على من يحمل السلاح؟ طيب دعنا من العشائر، ماذا بالنسبة للميليشيات التي تحمل السلاح والتي تروع المواطنين والتي سببت من دمار وقتل وتخريب وإصابات كثيرة أرهبت المجتمع العراقي بكافة شرائحه وطوائفه؟ لماذا لا يطبق هذا القانون على هؤلاء؟ وما الفرق ما بين العشيرة التي تحمل السلاح وما بين الميليشيا التي تحمل السلاح من فرق موت وغيرها؟ في التصنيف العام هي كلها ميليشيات، جهات أو مجموعات أو جماعات تحمل السلاح خارج المنظومة الحكومية الرسمية، خارج نطاق الدولة. هذا هو تعريف الميليشيات. إذن كل من يحمل السلاح خارج نطاق الدولة هو يصنف ميليشيات. وبالتالي السؤال، لماذا لا يطبق هذا القانون أو لم يصدر هذا القانون على الميليشيات؟ وإن صدر على العشائر لماذا لا يطبق؟ هذا هو السؤال الذي يطرح الآن بقضية إصدار القوانين أو تعامل السلطة مع هذه الانتهاكات أو هذه الأحداث التي تجري في العراق. معنا
السيد أبو بهجت من كركوك، تفضل. أبو بهجت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل تجاوبني؟ تجاوبني على الشاشة. تفضل، أسمعك أبو بهجت، أسمعك أنت على الهواء مباشرة. أستاذي شلونك؟ عيني أبو جاسم، حياك الله، أهلا وسهلا. أنا من كركوك أبو بهجت. حياك الله. ها؟ تفضل، أسمعك أخي. إيه حبيبي، هذا القانون، القانون يعني مع الأسف، نعم. مع القانون أستاذ العزيز قام ينباع ويشرب الفلوس. نعم. إيه فالقانون إذا ما يطبق من 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 العدنة، من المسؤول العدنة، يعني ظل العشائر هاي مشاكل يجيب بعضها مع بعض. كيف القانون أن يطبق أبو بهجت؟ شلون يطبق هذا القانون؟ يطبق، احنا متموظفين متقاعدين، احنا لحد الان احنا تطبيق القانون حتى لا سوق. بس خلينا بموضوع العشائر ابو بهجت، القانون شلون المفروض يطبق؟ ما هي الاليه برايك لتطبيق القانون؟ عاقب، يتحاسب. نعم، يعني صارت فوضويه هذا الشباب، اكثر الشباب هذا ما لبس عسكريه منضبط، لان العسكريه الخدمه الالزاميه تخلق رجال. طيب ما انت عندك مؤسسه عسكريه هي اصلا متهمه بالفساد، كيف لها ان تنتج اجيالا منضبطه؟ هي بها خروقات، هي بها ميليشيات. احترامي للحكومه، الحكومه الوطنيه المخلصه تعيد تمويل الجيش، مراكز تدريب، الخدمه الالزاميه، التجانيد مثل ما كان قبل، وشوف شلون تمتص المشاكل اللي هسه عاني منها. نعم. هذا كمقترح، انا موظف متقاعد. نعم. فقدنا اتصال مع السيد ابو بهجت من كركوك، شكرا لك. طبعا بالنسبة للانضباط، ان حدث او اصدر قانون الخدمة الالزامية بالنسبة للجيش، الجيش الذي يؤسس أو الذي أسس على يد الاحتلال الأمريكي، والذي دخلت به الأحزاب وتوغلت وأصبح قادة هذا الجيش منتمون بولائهم لهذه الجهة أو تلك، والجيش الذي لا يحمي الحدود وينتهك الأعراض والذي يهجر والذي يقتل، هذا جيش لن يولد أجيالا منضبطة، لأنه هو فاقد لهذه الخصائص، وهو غير منضبط وغير مؤهل أن يكون جيشا يرفع علم العراق. الجيش الحالي الذي أسس على أفكار وأهداف طائفية واستراتيجية موضوعة له منذ بداية الاحتلال، أن يكون جيشا عقائديا طائفيا صاحب ولاء لهذه الجهة أو تلك، ولم يقدم حتى هذه اللحظة منذ أن أنشئ هذا الجيش الحديث أي انتصارات بيده لولا مساعدة هذه الجهة أو تلك. هذا الجيش الذي يسمح لوجود الميليشيات في العراق هو ليس جيشا للعراقيين، لأنه يساهم بترك المجرمين يصولون ويجولون ويقتلون في العراقيين. ليس هناك ملامح لهذا الجيش الذي يمكن أن يستند عليه ليكون القوة التي تعيد هذا البلد إلى وضعه الطبيعي والصحيح. الجيش منهار بكافة المجالات، وهناك أدلة وإثباتات في المعارك التي حصلت وفي الانتكاسات التي حدثت له تثبت أنه جيش ضعيف ومؤسس تأسيس خاطئ، وبالتالي ما شاهدناه من إخفاقات لهذا الجيش وهذه العناصر التي يمتلكها ويحتويها هو أكبر دليل على أنها منظومة، جزء من منظومة فساد كبيرة. سيدة أم الزهار تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة إلى بالنسبة إحنا ما نقول ما عندنا نظام، لا عندنا جيش نظامي ولا عندنا نظام في هاي الدولة، لأنه من السقوط إلى إلى إلى, إلى هذا اليوم 16 سنة ماكو جيش نظامي. نعم. اكو مشيات، اكو قتل، اكو قتل، نهب، سلب، اي ماكو حكومه. يا اكو سلطه قويه، لو اكو قائد قوي
ما كان صار هالانحلال بالبلد هذا. نعم. لكن اكو احزاب وكل حزب يريد هو يسيطر، وكل حزب هو يريد يقوي نفسه، وكل واحد يريد يراوي يعني ينطي نفسه اللي يريده بهاي الدوله تخريبها. فلا اكو جيش ولا اكو قوه ولا اكو نظام ولا اكو قانون في هذا البلد. اللي يحكم هذا البلد هم المشيلات وحزب الله وإيران وغيرها من هذول الأحزاب اللي جت من إيران وأمريكا. طيب اتركينا من كل هذه الأمور سيد أم أزهار، يعني الدولة لا تستطيع أو تستطيع ولكنها لا تريد أن تصلح الوضع في العراق. الموضوع عن عشائر النزاعات العشائرية التي تحدث، هذه العشائر التي تقاتل والتي تحمل السلاح بهذه الأنواع وبهذه الكمية، لماذا وصلت إلى هذا الحال؟ من المتعارف عليه أن العشائر العراقية لديها باع طويل في مناهضة الاحتلال وإصلاح أوضاع البلد، المساهمة في إعادة الوضع إلى ما هو عليه من أمور طيبة، بيئة أو بنية تحتية سليمة، هي تساهم في هذا الموضوع، هي كانت طرف في الثورات وغيرها. لماذا الآن أصبح جزء من هذه العشائر العراقية يسير في نفق مظلم ونفق مليء بالانتهاكات والفساد وغيرها من هذه الأمور؟ هذول العشائر اللي اجت مو العشائر الأصلية، العشائر الأصلية هم كانوا حامين البلد بسلاحهم، وكان ما حد يقدر يطلق طلقة واحدة، حتى هم العشائر الأصليين ما كانوا يطلقون أي طلقة واحدة خاوية هالشكل مثل هسه. هذول عشائر منتمين إلى أحزاب ومنتمين إلى مشيات وإلى آخره، يعني ما منتمين للبلد، ما منتمين للبلد نهائيا. لو انتمائهم الى البلد ما كان صارت هاي الفوضى الموجوده، كان بالجنوب او كان بالوسط او كان حتى في بغداد اكو هذا الضرب، حتى بغداد اكو. انا اقول يعني احنا نقول الشعب ما يملك سلاح، لا انا اتحدى هذا الكلام، لانه الشعب كل بيت به سلاح حتى اذا كان بسيط. لو الشعب كان يريد يسوي هاي الدولة نظامية ويريدها يستولي على هذول الأوباش اللي اجونا والفوضى الموجودة بهذا البلد من 16 سنة والبوب النهب، كان يقدرون هذا الشعب ينهض ويقاتل هذا الجرام اللي دا يكون في العراق، اللي كان العراق هو نموذج العالم كله. نعم. فالشعب انا الوم الشعب هو 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 الباقي، وهو اللي خدران، وهو المزهار. الشعب الذي تتحدثين عنه خرج بمظاهرات كثيره بمحافظات الغربيه في وسط العراق في بغداد، وخرج بالمحافظات الجنوبيه في مظاهرات عارمه رفضا لوضع سيء قائم في العراق. لو كان هذا الشعب كما تفضلتي لما خرج بهذه المظاهرات، لما سقط منه قتلى وجرحى، لما دمرت هذه المناطق الغربية التي شاهدناها بسبب المظاهرات وبسبب أن الشعب قال لا لهذه السلطة الحاكمة ولهذه الميليشيات. لكن سلطة الدولة وقوة ميليشياتها والدعم الغربي ودعم إيران لهذه السلطة والأحزاب والميليشيات كانت أقوى بفعل قوة السلاح وغياب الإعلام، الدور الإعلامي عن نشر الحقائق التي حدثت في العراق. في 2011 قمع المالكي مظاهرات 25 شباط، وقمع كذلك مظاهرات ساحات العزة والكرامة في محافظة الأنبار. أنا شغل يعني من الخطأ أعتقد أن ننظر إلى الشعب نظرة سلبية، وهو الذي مستمر حتى هذه اللحظة بالخروج من المظاهرات وقول لا لهذه العملية السياسية، وحضرتك جزء من الشعب وأنت تتحدثين بكل جرأة. أنا جزء من الشعب، بس الشعب لازم يناضل أكثر، ولازم ينطي تضحيات أكثر، ولازم يقود
لازم المظاهرات تكون قيادية أكثر من هذه الفوضى. المظاهرات مو بس يطلعون يقولون نريد كهرباء ونريد مي. المظاهرات الحقيقية احنا شفنا ثورات هواية صارت بالبلد وصارت ونجحت الثورات. ليش؟ لأنه كان عندهم قيم وكان عندهم إصرار قوي حتى يحاربون هذا الظلم. لكن هنا يطلعونهم ساعة ساعتين ويرجعون حتى إذا انكتل منهم اللي هو لازم يصير فيها نضال ويطلعون بدون سلاح. ما يصير بدون سلاح، المفروض السلاح بالسلاح ما يضربوهم يكون مواجهة وتضحيات بها لأجل قيمة هذا البلد. شكرا أم أزهار، وضحت الفكرة، أشكرك للمشاركة. السيدة أم أزهار، ترى أن الثورات السلمية التي خرجت في الفترات السابقة في العراق عبر السنوات الماضية لم تؤتي ثمارها نظرا لوجود قوة تبطش بالمتظاهرين غير مكترثة بحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني ومتخطية كل الحواجز والخطوط الحمراء ومنتهكة الأعراض ومدمرة المدن؟ هذه الدولة وهذا النظام القائم لا يواجه إلا بقوة السلاح وبحمل السلاح كنوع من رد مضاد، هكذا تقول السيدة أم أزهار من بغداد. السيدة أبو زكريا من كركوك، تفضل. الله يحييك ابن محمد، الله يحيي قناتكم، الله يحيي كل المتصلين على قناتكم الشريفة. حياك الله من الله ورسوله وترحم على الشيخ حار الظاري ومكانه وجنه إن شاء الله بإذن الله ورسوله. حياك يا ابن العزيز. نعم. أنت ما شفت ذاك اليوم منصور إيراني إجا جمع العشائر الجنوب وقعد وياهم؟ نعم. يعني يا عشائر إحنا وين عندنا عشائر؟ عشائرنا كلها بيد إيران. يعني والله العظيم أنا بوقت ابني تزوج بالعز ماله انضرب طرقة واحد، الله وكيل ابني حزوه شهر واحد. نعم. يا حكومة نحكي عليه، يا عشائر نحكي عليه، ابن محمد والله وكيل حكومة. حجي أبو زكريا، التعميم غير صحيح، يعني هناك جزء، لأنه لو خليت قلبت حجي أبو زكريا. والله العظيم اكو زينين، بس بالله العظيم البرلمانيين والحكومه والعشائر هذول تابعين ايران. والله العظيم ابن محمد، يا حكومه يا قوانين يا دنيا، يعني والله يعني عشائر بين عشائر حروب بالدبابات والمدفعيه، وين صاير هذا؟ ما صاير كل الكره الارضيه بس بالعراق يوميا. نعم. نزاع عشائر، نزاع عشائر، شنو نزاع عشائر؟ احنا ولا انتهينا اخي محمد، احنا انتهينا بالله العظيم، ما نقدر ناكل خبز، ما نقدر نشرب مي، ما عندنا. صدق والله العظيم ابن محمد بالقران العراق ضيعوه هذول السرسريه الدائعين الكلاب، كان هذا سياسيين من بشوار عمل لندن وغير لندن، قاموا يجون يحكمون العراق. انت العراق هذول شربوا دماء العراقيين، هذول ذبحونا من الوريد هالعدد هذول هم خلوا. نعم، اشكرك، وضحت الفكره ابو زكريا، شكرا لك. ابو صفاء من كربلاء، تفضل. اخي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك اخي العزيز؟ حياك الله، اهلا وسهلا. انا سبق وان اتصلت بكم قبل 6 أيام أو 4 أيام. نعم. الله يسلمك. بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع العشائر، موضوع الانفلات العشائري. نعم. أصبح العراق تحكم طائفتين. الطبقة السياسية الفاشلة. نعم. وأهل العمايم اللي سبق وتحدثت وياكم، قلت لكم أهل العمايم. السيد السيستاني أنطى فتوى خلال 24 ساعة تقريبا ما يقارب 3 ملايين أو 4 ملايين من المنطقة الجنوب السلحوا وراحوا هناك على حزام بغداد. نعم. ليش هو السيد السيستاني ما يقدر باكر الصبح يعطيهم فتوى وما يحرم هذا الشيء؟ وشنو اللي يمنع؟ شنو اللي يمنعه أبو صفاء؟ أبو صفاء؟ نعم. شنو اللي يمنع من إصدار هيك فتوى؟
الفتوى ليش احنا ثلاث ارباعهم دول هم هي كلها اهل الجنوب هاي وثلاث ارباعهم يتمثلون ويقولون احنا فداعين مرجعيه واحنا كذا بعد وين دور المرجعيه بهذا الموضوع؟ طيب عندي سؤال ثاني، هل العراقيين يحتاجون الى فتاوى حتى يتحركون ويغيرون وضع بلدهم؟ يحتاجون فتوى تخص الشيعي والسني واليزيدي تخص كل العراق ما تخص طائفه وبالطائفه اخرى. الفتوى تخص انت مفتي يمكن وراك ملايين تخص المجتمع العراقي. ليش سموا العراق وطن الجميع وحمايه امني وسيادتي؟ ليش خو العراق عراق واحد، انا وانت وابن الانبار وابن كركوك وابن تكريت. ليش انا احس ابن الجنوب يروح هناك يقاتل ويستشهد؟ ليش ما احس هاي الناس الشباب اكو رجال دين، اكو توعيه، اكو محاضرات؟ ومن السبب برايك سيد ابو صفاء بانه الوضع في العراق، الوضع الامني تحديدا في العراق هو وضع منهار، لا يوجد نظام امني حاكم في العراق يردع من يحمل السلاح ويسحب هذا السلاح من ايدي الميليشيات والعشائر وغيرها؟ قانون حصر السلاح بيد الدوله اين ذهب؟ الدوله هو ليش المالكي وياسر المالكي بال 2014 مو كل عشيره انطاها 3000 بندقيه؟ هو البندق هاي منين انطاهم يا منين جابوها؟ مو بعلم المالكي، مو ياسر المالكي دز ياسر. كل محافظه دزالها تريلا، كل عشيره 3000، انا من ضمنهم عشيره 3000 بندقيه انطاهم ياسر المالكي واحمد بن المالكي قبل الانتخابات. ليش هذا السلاح منين اجى؟ من سوق مريدي اللي هو الدوله انطته. كيف للدوله ان تعطي السلاح الى عشائر يمكن ان تستغله فيما بعد بشكل سيء؟ اخي العزيز والله الكريم، هذا السلاح اللي جاي يظهر وجاي يرمي وجاي اسمه، هذا بعلم الدوله وبامر الدوله وهم انطوه للشيوخ ولود الشيوخ اكراما لهم. نعم. الوضع من ها هو هم الحكومه تريد هذا الشيء وباسناد وبعلم المرجعيه ليش ما تدري ما تشوف؟ يعني بس الشباب يعني هل تعتقد انها راضيه وموافقه على ما يحدث؟ نعم والله. لك لا تشجيع شنو؟ ليش دوله؟ ليش سياده؟ وين السياده؟ وين الدوله العادية؟ مو دوله؟ نعم. سيد ابو صفاء انا اشكرك للمشاركه. نود ان نقرا بعض الرسائل المشاهدين الكرام لنعطي ايضا الحق للمشاركين عبر خدمه الواتساب بان يعطونا ارائهم بهذا الموضوع. احد المشاركين يقول: القانون لا يطبق فقط على الفقير العراقي الضعيف. ابو حاتم من مدينه الموصل يقول: السلام عليكم استاذ محمد المحترم، تحيه طيبه لك ولكادري القناه والمشاهدين الكرام وشعب العراق الابي. الدولة هي المسؤول الأول والأخير عن الوضع الأمني للبلد، ولكن ما يخص العراق بالذات الأجهزة الأمنية هي التي تؤجج هذه النزاعات حتى تغطي على أفعالها المشينة ضد الشعب. النزاعات العشائرية موروثة من إرث الجاهلية، لكن للعشائر مواقف وطنية قبل الاحتلال، ولكن الأحزاب التي جاء بها الاحتلال هي التي تقوم بهذه الأعمال. هذه أحزاب موجودة ولها نفوذ بالعراق، ولا يوجد قانون ولا حكومة بالعراق. الاحتلال هو المسؤول عن كل ما يدور في العراق. والسلام عليكم. وعليكم السلام. أحد المشاركين يقول: السلام عليكم، لو كان الولاء للعراق لما حصل هذا الذي يحصل في العراق. ساسة ولاؤهم لإيران ودول أخرى، والمؤسسة العسكرية ولاءها لإيران، والنزاعات العشائرية كلها مدعومة من إيران. و في رسالة أخرى يقول أحد أو إحدى المشاركات مريم من الموصل تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا أستاذ محمد، أنا مريم من الموصل. الله يعمي هاي العشائر، لو بيها خير كان وقفت أو وقفت الفاسدين عد حدهم. تقول: لو بيهم خير كان طلعوا سجون العراق أو طلعوا السجناء العراقيين بما معناه المظلومين، أنقذوا سجناء الموصل المظلومين وشكرا. شكرا لك يا مريم. أبو حسن من بغداد تفضل. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك أخوي محمد. عدم تنفيذ هذا القرار حول حصر السلاح بيد الدولة، هي بالأساس ماكو دولة. هؤلاء لا استقرار، يكون العراق دائما في متاهة، كل يوم متاهة. نعم. هدفهم نشر الرعب والدمار للعراق، يعني بصورة عامة هذول يكرهون البلد، يعني ما يريدون الخير، هدفهم تدمير، لأن يعني بقلوبهم مرض، هم
مرض وشر للإسلام والمسلمين. نعم. هذا البلد يعني بي ناس مغسولة أدمغتهم ودماغهم فارغ يعني، وبي وباء لا عقل، ما ينتمون للبلد هذا، هدفهم نشر الدجل، شعوذة، تدمير الإنسان بالأمراض، الجهل، الظلام، والأحزاب كلها هي مشتركة. أما بخصوص الشيوخ العشائر، شيوخ العشائر ما يهتمون بأكثرتهم يعني، يعني ما نقول كلهم، يعني مجموعة كبيرة من عندهم يعني ما يهتمون للبلد، ما يهتمين مثلا بالفصول، شارات العشائرية، ما يهتمون للبلد. يعني هو البلد هو الأساس، أساس الإنسان، يعني عايش بيه، يعمل بيه، يبني بيه، مو يخرب. يعني شيوخ العشائر المفروض تعلم أبنائها، تقول لهم شنو الولاء للبلد. بس هذول هم يعني مغسولة أدمغتهم، وهاي كلها يعني المتاهات كلها مستركة بها الأحزاب. يعني هسه لو هم يحبون البلد أو 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 هم عراقيين دول يحكمون البلد، تعال شوف النازحين بالخيم بالحرس، احنا لما نطلع الشغل والله انسلك سلق. يعني دول شلون حالهم؟ نعم. ماي ماكو، اكل ماكو، رواتب ماكو، ما يرجعون لبيوتهم. يعني دول هم حاقدين على الاسلام والمسلمين، خلاص الامور كلها دول كلهم حاقدين. ولاهم مو للعراق، الولاء للعراقي يبني. نعم. طابوقه كل واحد، لو كل عراقي طابوقه يبني، هم كان انبنى بناء وصار بيوت للناس. هم دول هدفهم يعني خراب العالم كله، خصوصا العراق. العراق هسه اي انسان، هم حتى لو فد واحد جوعان بالخيم مستحيل. هم دول جو دمار، روح طب المستشفيات حدث ولا حرج، راح تشوف اشياء شيب الراس، الطفل يشيب. ابو حسن انا اشكرك، اشكرك كنت معنا من بغداد. طبعا الموضوع واسع جدا، الوضع في العراق هو فيه ملفات كثيرة وكبيرة ومعقدة وشائكة، وتحتاج إلى كثير من التحليل وكثير من الحديث كذلك. بما أن الموضوع هو اليوم مختص بقضية الانفلات الأمني وفوضى السلاح المنتشر بيد العشائر وبيد الميليشيات، سيكون يعني الحديث هو بالخص بالأخص سيكون عن هذا الموضوع. خالد من السعودية، تفضل. مساء الخير يا أخي. مساء النور، حياك الله يا اخي. شوف، العراق ما راح يقوم لقائنا وهو محتل من ايران، هذه اول حاجه. السلاح ما راح ينفذون، رئيس الوزراء ما راح ينفذ شيء ولا قدره، والمال كي موجودين ما في عمل. اقول العراقيين، انا اعرف العراقيين شجعان وابطال، لكن ما دام محتل من ايران ما راح يقوم العراق قائمه بعد سنه ولا 20 سنه. والحين الدوله الاوروبيه والعربيه اللي تبي تحمل العراق ما عندها ثقه، ولو في حرميه ما عندها ثقه تبني وتسوي. هذه ثاني حاجه، المهدي ذا ما له قدره يسوي شيء، بكره يقطعون راسه ولا يسمعونه. والسنه المجرمين المتعاونين مع ايران ملعونين اللي في مجلس الوزراء. العراق ما راح يقوم قائما لانه يتحرر. اكل يوم رايد عندكم مسك له واحد مجرم على حد ايران مع مخدرات شيبه فيه وعياله، وامس مسكين وزير الدفاع حط عليه قضيه يقول هذاك فن سني، واليوم عبادي انا المهدي. نعم. المهندس مطلع 12 مجرم اليوم من السجن وقال اهربوا. اليوم هذا انا عندي خبر ومعلومات كامله، كلهم من ايران اليوم طلعهم الساعه 6 الصباح والساعه 10 قالوا يلا شيلوا وزير الدفاع، شيلوا مدير الشرطه ليش هربوا، وهو اللي مطلعهم. نعم. العراق ما راح يقوم الا يتحرر من ايران. ولا شكرا خالد، وضحت الفكره. العراق لن تقوم له قائمة إلا أن يتحرر من إيران، هذا حديث السيد خالد من السعودية. طبعا مصادر أمنية كانت قد كشفت في وقت سابق أن هناك تزايدا في جرائم القتل جراء طبعا النزاعات العشائرية التي تحدث في العراق. كلما زادت هذه الجرائم والانتهاكات بالقتل والإصابة وغيرها من هذه الانتهاكات تحدث جراء النزاعات العشائرية، كلما يثبت هذا الموضوع انهيار وضعف النظام الحاكم في العراق، وكذلك المنظومة الأمنية التي يقال بأنها منظومة أمنية متكاملة طبعا بالنسبة لهم، لكن الواقع يكشف عكس ذلك. السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتكم وتحية إلى قناتكم الشريفة وإلى كل العراق الشريف. أهلا وسهلا. أستاذ، إلى حد 2003 إنه كان التجنيد الإجباري، زين التجنيد الإجباري خلقت رجال، خلقت رجال يعني خدموا الوطن وخدموا العلم وحافظوا على سيادة البلد
وكان جيشنا خامس جيش في العالم من القوة والعتاد والسلاح وقوة الدولة وقوة الحكومة. فمن 2003 عندما جاء بريمر أول محل حل الجيش، لأن هم أرادوها أن يفوت انفلات أمني في المنطقة، والسلاح المتفلت اللي موجود في العراق 80% من الأسلحة هي بيد الميليشيات والحرس الثوري والعشائر، وأكو مواطنين أيضا هي عندهم أسلحة. فلهذا نشوف الانفلات الأمني أدى إلى وجود مشاكل في العراق، وحتى مناطق الجنوب ومناطق الشمال عندما تدخل أسلحة كمساعدات أو تستوردها الدولة من الجنوب أو من الشمال كانوا العشائر كلها تقوم بعملية الاستيلاء على الأقداس من الأسلحة ومن العتاد. لهذا نشوف أنه السلاح موجود في العراق بيد القوات الغير النظامية وإلها معسكرات خاصة في جبهة الصخر وخاصة في المناطق الأخرى، كلها بيها معدات ثقيلة، دبابات، صواريخ باليستية، خاصة اللي يملك النصران في منطقة جبهة الصخر ومناطق الأخرى من العراق. لهذا ما يمكن أنه الحكومة عادل عبد المهدي ذكر أنه سحب السلاح وجعله بيد الدولة، ماذا يقصد؟ لا الحشد ولا الحرس الثوري، وإنما يقصد العشائر. وبعدين أكو عشائر بالجنوب، حتى لو يقصد العشائر يا أم عبد الله فهو لم يطبق، يعني إن قلنا بأنه هو لا يستطيع أن يوجه هذا الكلام إلى الحشد فهو خائف، والحرس الثوري طبعا مستحيل الموضوع ليس مرتبطا به. العشائر يعني الآن ما الذي يمنعهم من أن يسحب هذا السلاح منهم إن كان هو يقصده؟ لأنه راح يصير تصادم بين العشائر وبين الجيش، وهو ما يريد يسوي مشاكل أخرى. يعني هذا بس كله حكي بدون تطبيق. فهم إيش راح يقدرون؟ يقدرون إنه على هذول الصغار في الأرياف والمناطق البعيدة يقومون بعمل السحب المسدس، السحب الشغلات الخفيفة. أما الثقيلة يعني موجودة بيد الأحزاب هذول الأحزاب العسكرية واللي جتنا من إيران واللي جتنا من غير الدول الأخرى. فلهذا الحكومة أصلا. وبعدين أستاذ، إحنا بالدرجة الأولى التجنيد الإجباري للغة، فجعلت من الشاب العراقي شاب مايع أكدار للشباب الشرفاء. إحنا شبابنا هسه أصلا ما قادرين، من يقول لك تجنيد يقول لك أوه هم رجعنا على التجنيد، يعني ليش؟ إنه ما بيتقبل، إنه تعلم على الراحة، تعلم على ولو هي مو راحة، لكن سيادة الوطن أهم. وكان الجندي أو الضابط عندما يتخرج يقف أمام العلم العراقي. اختلفت المؤسسات العسكرية، طبعا أنا أشكرك أم عبد الله لأن الوقت انتهى. اختلفت المؤسسات العسكرية، وكما تحدثت قبل قليل الجيش الحالي غير الجيوش العراقية التي تأسست منذ عام 21 وحتى هذه اللحظة، الدفعات التي الخريجين الذين تخرجوا من هذه من هذا الجيش على مدى هذه السنوات التي مضت يختلفون تماما بعقائديتهم بانضباطهم بتأسيسهم عن الجيش الذي أسسه الاحتلال على أساس طائفي وغير مهني. وهناك أدلة وإثباتات تثبت ما تحدثنا به، هو ليس انتهاكا لهذا الجيش وليس تجاوزا عليه لكنه أمر واقع. كم من مقطع عرضنا يثبت انتهاكات متكررة، إن كانت عن طريق إعدامات ميدانية نفذها هذا الجيش لحق أبرياء مدنيين، أو تنكيل، أو دهس بدبابات بطريقة غير آدمية وإنسانية، اعتداء واغتصاب لنساء وأطفال، مقاطع كثيرة وقصص كثيرة حدثت على يد هذا الجيش، مجازر ارتكبت في المحافظات الغربية وبعض المحافظات الأخرى على يد هذه القوات الحكومية. كيف إذن تؤسس لأجيال أخرى؟ ستؤسس نفس الأجيال يحملون نفس الأفكار التي تحملها هذه القوات. كما هد وحل الجيش في بداية الاحتلال، أعتقد من وجهة نظري الشخصية البسيطة أن هذا هو الحل مرة أخرى لهذه المؤسسة لكي تبنى على أساس صحيح على يد مهنيين أكفاء يستطيعون أن يقوموا بإعادة هيكلة وبناء هذه المؤسسة العريقة بشكل صحيح تعيدها إلى وضعها وإلى أمجادها السابقة.
نقرأ الرسائل فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام. يقول أحد المشاركين السيد مبروك من الإمارات، يقول: تحية لك أخي محمد ولصوت الحق الناطق بلسان العراقيين الأحرار. المتتبع لما يجري في العراق يراه ساحة صراع من أمريكا وجارة السوء إيران منذ 2003، ولأن قتلى الطائفية، يقول ولأن القتل طائفية، الكلام غير مفهوم صراحة، نزوح تشريد اعتقالات، يقول قتل طائفية، نزوح تشريد اعتقالات وغير ذلك كثير، أزمات في جوانب عديدة، ناهيك عن تقاسم الكعكة من الأحزاب الفاسدة، الثورة على الأحزاب هي الخلاص من واقع العراق. طيب، رسالة أخرى تقول أو يقول أحد المشاركين أو أحد المشاركات: أخي محمد، وين هيبة العراق وشيوخ العشائر؟ كلها دمج. في رسالة أخرى: السلام عليكم، تحية لكادر البرنامج ومشاهديه الكرام. في كتاب عبقري علم الاجتماع، في كتاب عبقري علم الاجتماع علي الوردي، شخصية الفرد العراقي، يقول: إن العراق رزح تحت الاستعمار العثماني لأربعة قرون، ولم يستمر حكم الاستعمار البريطاني أكثر من بضع سنوات، وبعدها اندلعت ثورة العشرين، والسبب وراء ذلك هو أن الأتراك كانوا، أو العثمانيين يقصد، كانوا يسكتون شيوخ العشائر بتوسيع رقعة نفوذهم وأموالهم، وبالمقابل لا ثورات ولا انتفاضات، بينما البريطانيين أهل القوانين الأولى في العصر الحديث تعاملوا بطريقة مختلفة، وكان الشيخ حاله حال أي عراقي ولم يفضلهم بأي امتيازات، وبذلك اندلعت ثورة العشرين. واترك لكم التحليل. طيب، كما تحدثنا في بداية هذه الحلقة، ضعف الدولة يقوي العشائر ويقوي حملة السلاح، لأنه يغيب مفهوم الدولة. ما متعارف عليه في العراق عشائريا أن هناك أصول وعادات وتقاليد تحكم هذه العشائر وتضبطها في تعاملاتها، لكن يبدو أن الأحزاب وفرق الموت والميليشيات والنظام الحديث الذي جاء بعد الاحتلال، هذا الذي أدى إلى أن تعم الفوضى في العراق، هو الذي شوه صورة هذه العشائر وقاد بعضها للأسف الشديد، وكما سماهم المتصلون شيوخ بعد 2003، أو كما يسمون أيضا في تسميات أخرى شيوخ الدرهم والدولار. هؤلاء فئة قليلة من هذه الشيوخ القبائل العراقية العريقة، هم الذين شوهوا وساءوا إلى المبدأ العشائري والقبلي في العراق بحملهم للسلاح وتوجيهه على أبناء جلدتهم وقتلهم بعضهم بعضا. هذا هو السبب والمشكلة الحقيقية في هذا الموضوع. كل ما تحدثنا به وتحدث به المشاهدين الكرام هو إثبات لضعف النظام الأمني في العراق وفقدان سيطرة الدولة، بغض النظر من الحاكم، عن الأفراد، ما يدعهم أو ما يجعلهم يحملون السلاح ويتصرفون كما يشاءون. بهذا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.